الأسئلة الخمسة. عبر موسى عليه السلام ببني إسرائيل البحر ونجاهم الله من فرعون وجنوده، وفيما كان عليه السلام يتلقى عن ربه التوراة عبد قومه الأجل واتبعوا السامري فعوقبوا بالتيه وتشتتوا من بعد ذلك في أنحاء الأرض. وفي المدينة المنورة كان بعض أهل الكتاب في عهد النبوة يسكنون ناحية منها، ويعرفون من كتبهم ببعثة خاتم الرسل والنبيين الذي وجدوه عندهم في التوراة. وقد أسلم منهم من أسلم، فيما راح الآخرون يتآمرون على المسلمين في حربهم مع المشركين ويجادلون ويضللون. ربما في مكان من هذه البقعة الطاهرة أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن عباس رضي الله عنه، وسألوه أن ينبئهم عن خمس ليعرفوا أنه نبي ويتبعوه. عن ماذا سألوا؟ سألوا عن علامة النبي. قال صلى الله عليه وسلم: عيناه تنام ولا ينام قلبه. وماذا كان سؤالهم الثاني؟ كان عما شغل الناس وحير العلماء طويلا حول نوع الجنين. سأل عن كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. قال صلى الله عليه وسلم: يلتقي الماءان، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنثت. وماذا كان السؤال الثالث؟ سألوا عما حرم إسرائيل على نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: كان يشتكي عرق النساء، فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان الإبل فحرم لحومها. قالوا: صدقت، فقد علموا بتداوي إسرائيل بلبن الإبل. وماذا كان سؤالهم الرابع؟ كان عن الرعد. قال صلى الله عليه وسلم: ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب، بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله. ثم سألوا عن الصوت الذي يسمع أثناء ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: صوته. قالوا: صدقت، وتبقى واحدة، نبايعك إن أخبرت عمن يكون صاحبك، فليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر. قال صلى الله عليه وسلم: جبريل عليه السلام. أجابهم الرسول على الخمسة التي سألوها: نعم، ولكن اليهود أهل نفاق ومراوغة، فقد قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمات والنبات والقطر لكان. لقد أنزل الله عز وجل فيهم قرآنا يتلى يبين أنه من كان عدوا للملائكة والرسل فإنه عدو لله. وإن جبريل عليه السلام منهم، وقد أنزله الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث عشر: اذكر أرقام الآيات التي كانت هذه الحادثة سببا في نزولها، واذكر السورة التي وردت فيها هذه الآيات.